فزعة كويتية وطنية وكذلك إنسانية قام بها فريق الإسناد والإنقاذ الكويتي التطوعي ليساند بها جهات الدولة المعنية لمواجهة أحوال الطقس المتقلبة التي تمر بها البلاد حاليا. للحديث بشكل أوسع مشاهدينا الكرام حول هذا الموضوع، يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو الأستاذ سليمان الخضري، متطوع من فريق الإسناد والإنقاذ الكويتي. مساء الخير أستاذ سليمان. مساء النور. يعني أنتم مجموعة شباب سخرتم أنفسكم لتقديم العون بدون أي تفرقة، قدمتم نموذج رائع يعني يجسد خدمة الوطن وكذلك خدمة المواطنين وكذلك المقيمين. ما هي أبرز الخدمات كفريق تطوعي؟ ما هي ما الدور الذي قمتم به؟ طبعا احنا فريق شبابي تطوعي مكون تقريبا حاليا وصل عددنا الى 185 شخص قابل للزيادة. الفريق التطوعي اللي احنا انشأناه يساعد رواد البر وشواطئ البحر، اذا انتشال المركبات العالقة هناك، كذلك عمليات الاسعافات الأولية. اغلب اعضاء الفريق حاصل على ليسن دولي للإسعافات الأولية، كذلك عندنا بعض الأفراد حاصلين على ليسن غوص. مساعدة الجهات الحكومية والمؤسسات، وزارة الداخلية، مساندة وزارة الداخلية، الطوارئ الطبية، كذلك الدفاع المدني. أي عائلة حاصل لها أي عطل في المركبة نقدر نساعدها عن طريق مثلا إذا حاشها بنتر لا سمح الله، إذا مثلا محتاجة اشتراك، سيارة عالقة في وسط الطريق، دورية المرور تأخرت مثلا في الوصول، نقدر نحن نوخر السيارة عن طريق نساعد في حركة السير. طيب كيفية التواصل معكم كفريق متطوع كويتي؟ عندنا هل هناك جهات معينة، أرقام معينة؟ عندنا أرقام خاصة في البلاغات، وطبعا موجودة في السوشيال ميديا كلها. نعم، لنتحدث حول جهودكم بالفترة الأخيرة خاصة من الأسبوع الماضي إلى اليوم. ما هي البلاغات التي تلقمتموها؟ أيضا ما هي كم عددها؟ هل من الممكن تصنيف تلك البلاغات أستاذ سليمان؟ طبعا احنا وضعنا خطة كفريق الإسناد والإنقاذ، وضعنا خطة حق ال 185 شخص واكثر. 185 شخص؟ اي نعم، حاليا وقابل للزياده طبعا، يعني كل يوم قاعد يتسجلون متطوعين جدد ويانا. وضعنا خطه انه يتم توزيع المتطوعين على جميع مناطق الكويت حسب المحافظات. اي نعم، قبل لا تصير الحاله الطارئه اللي موجوده حاليا تم وضع خطه، وزعنا على كل منطقه تقريبا 6 الى 10 اشخاص، مثلا صباح الاحمد عندك، الصبيه عندك، جسر السابع، السادس، الملك فهد، يعني مغطين الحمد لله. هل هناك اسس معينه على اساس يتم توزيع هذه المجموعات؟ على حسب بالخبره المتطوعين نفسها. يعني مثلا واحد عنده اسعافات اوليه حطينا في كل منطقه مثلا 2. حالات مثلا سياراتهم مجهزه حطينا عدد معين. كم عدد المجموعه الواحده؟ كم عدد المجموعه من 5 الى 10 اشخاص. من 5 الى 10. طيب هل هناك لديكم من معدات؟ طبعا سيارتنا كلها مجهزه تجهيز كامل، من عمليه ونشات لسحب سيارات، عندنا صندوق اسعافات اوليه، عندنا مطفاه الحريق، عندنا العده اللي تصلح فيها التاير بنشر مثلا، عندنا الاشتراك، جميع ما يخص عمليات هل لديكم مركبات خاصه؟ نعم، كل المركبات هي مركباتنا الشخصيه وعلى مركبات الشخصيه. نعم، على نفقتنا طيب الشخصية. كيف هو التنسيق بينكم وايضا ما بين الجهات الاخرى الرسميه في الدوله؟ طبعا في تنسيق بيننا وبين عمليات وزاره الداخليه في الموقع نفسه، يعني نساهم في تسهيل العمليه. ما هي طبيعه الجهود في حال اذا طلب منكم من قبل اي جهه رسميه، فرضا وزاره الداخليه، الدفاع المدني، الاطفاء، ما الدور المناط بكم كفريق تطوعي؟ يعني احنا مثلا امس كنا متواجدين في جميع المناطق، يا لون مثلا مدير حتى وزير الاشغال كان موجود الله يجزاه خير في نفس الموقع، فطلبوا منا ان مثلا نسكر الشارع، نساعد رجال المرور، اي واحد يطلب منا اي خدمه احنا نقوم فيها. يعني مثلا امس صار ويانا موقف ان منهول يكرم السامع المجاري كان مسكر، وزارة الأشغال شوي حاشها أن الماء ما تقدر تدخل داخل المنهول هذا، فقمنا إحنا فريق الإسناد والإنقاذ نزلنا عدتنا الخاصة فينا وفتحنا منهول المجاري وراح الماء يعني من الطريق كله. نعم، طيب الآن من خلال ما تمر به البلاد حاليا من أجواء متقلبة، هل هناك من عوائق صادفت الفريق التطوعي الكويتي؟ الحمد لله. هل هناك من مطالب معينة تحبون توجهونها من خلال شاشة تلفزيون دولة الكويت للمسؤولين؟ والله الحمد لله احنا للحين ما في أي عوائق، والحمد لله متعاونين مع الجميع، والجميع متعاون معنا، يعني من الحرس الوطني، من الجيش الكويتي، من وزارة الداخلية، الكل في تعاون معنا، من كذلك وزارة الأشغال، الهلال الأحمر، الدفاع المدني. أمس تعاملنا مع جميع المؤسسات والهيئات الموجودة في نعم. الحدث. طيب هل من الممكن تذكر لنا بعض المواقف خلال الفترة السابقة خاصة مع يعني تقلبات الجو اللي مرت؟ نعم، يعني أول يوم من الحادث اللي صار اللي هو الأمطار الغزيرة، عندنا جسر السابع كان مسكر. نعم. كانت في سيارات عالقة تقريبا أكثر من 10 سيارات في جسر السابع. فقمنا بانتشال المركبات العالقة وإخراجها من المياه.
قبل ما ان الجيش الكويتي توصل معداته حقنا، فيوم طلبوا الجيش الكويتي وصلوا الحمد لله لقوا الامور كلها تمام. الحمد لله. الحمد لله. طيب هل هناك من رساله في نهايه هذا اللقاء توجهها للساده المشاهدين المواطنين المقيمين حتى يكون هناك تنسيق وايضا حتى يكون هناك اريحيه في عملكم؟ اي نعم، اول شيء اوصل رساله ان ترى الحاله الطارئه الموجوده صحيح انها حاله طارئه، يعني لما الوزاره الداخليه تحذر المواطنين بعدم الخروج الا للضروره احنا موجودين في الموقع صحيح، يعني اغلب الشوارع مسكره، تلقى في شباب طالعين ما عندهم اصلا يعني مشوار مو ضروري، فما له داعي انك تطلع من البيت، خليك قاعد في البيت عشان اول شيء تسهيل حركه السير، عدم عرقله حركه السير. نعم. شيء ثاني ان احنا ارقامنا موجوده في الانستغرام وجميع التواصل الاجتماعي، اي واحد يبي اي حاجه لا يتردد في الاتصال، احنا على مدار الساعه 24 ساعه متواجدين. كل الشكر والتقدير للاستاذ سليمان الخضري متطوع من فريق الاسناد والانقاذ الكويتي، راجين من الله ان يجزيكم ثوابا على ما تقوم به من اعمال. يعطيكم العافيه.